اختلفت والأسئلة اختلفت وكل واحد بيختار الحاجة اللي هي بتناسب، بتختار الحاجة اللي هي بيحب يسمعها وبيفضل يسمعها وبيفضل يعيش معاها فترة طويلة يعني. إنما في حاجات فعلا، في حاجات بتغطي على حاجة طول الوقت عشان في كثرة، وفي يعني احنا كل يوم بتسمع كم من الأغاني اللي بينزل على اليوتيوب واللي بينزل على على السوشيال ميديا، في أشياء منها بتنجح قوي وبعدين تنطفي يعني. ما تقدرش، هذا مقارنة بين زمان ودلوقتي غير لا تجوز يعني. زمان كان حاجة كأنك بتقارن دلوقتي الكلاسيك مع المودرن، المودرن انت بتزهق منه طول الوقت، انت حاطط في ايدك كنبه مودرن مع شويه بقى عايز تغيرها، انما الكلاسيك هو بيفضل هو الكلاسيك يعني. لما نسمع دلوقتي، لما نسمع مثلا كاظم الساهر بيغني اغنيه قصيده مثلا، هتفضل معاك طول الحال، هي تعتبر من الكلاسيكيات يعني، هي وفيها ابداع انما لما تيجي تعمل بوب ميوزك، بوب ميوزك عندها وقت معين بيعجبك، بترقص عليه، بتنبسط بيه، بتحبه. انما في بعد كده في اغاني بتنزل بوب ميوزك طريقه ثانيه، فيها تولز ثانيه، فيها ادوات مختلفه بتختلف مع العصا. انما الاغنيه الكلاسيكيه بتظل الاغنيه اللي هي الكلاسيك اللي احنا بنحبه، اللي انت مقتنع بيه. بس انت بعد كده، انت لما تسال اي حد جيل من الاجيال الحاليه مش هيسمع الحاجات، يقول لك انا ايه اللي يخليني اقعد اسمع اغنية اللي في ساعة ونص كده دي الناس فاضية، كانت زمان الناس فاضية ورايقة، انا مش فاضية، انا عايز اسمع اغنية ارقص او انبسط او اعيط او افرح في ساعتها وخلاص يلا اللي بعده. ايه الاغنية دلوقتي؟